اسمي نزار شاهين، أريدكم أن تأتوا معي لرحلة مدهشة، رحلة نور ورجاء ومحبة واشتياق للحق والجمال والصلاح، رحلة علاقات وألغاز وأسرار. أريدكم أن تأتوا معي وتجلسوا وتستمتعوا أثناء السفر، وأعدكم بشيء، عند نهاية جولتنا أنكم ستعرفون الحق وأن الحق يمكنه أن يحرركم. لذا تعالوا معي. تفضل يا ابو داود. شكرا يا ابو مسعد، شكرا. نصلي. ايها الاله الاب، اشكرك على هذا الغذاء، اشكرك على هذه العائله المباركه الكريمه من اجل سخائهم وعطائهم. بارك الايادي التي اعددت. باسمك اصلي، امين امين. هذا خبز مذاقه جيد. الفتاة الصغيرة ستصبح صانعة خبز ماهرة تماما مثل أمها. إنها تولي اهتماما وثيقا بكل ما تقول والدتها. إنها ليست قوية بما فيه الكفاية، وأصابعها ليست سريعة بما فيه الكفاية، ولكنها سوف تكون. وعندما تتمرن كل يوم ستصبح أفضل وأفضل. أمها كانت صبورة ولطيفة معها، تعلم أنها تحاول. الفتاة الصغيرة تعرف صوت أمها وتثق بما تقوله. وبينما هي تتمرن، أمها تقول لها ماذا تفعل ليصبح خبزها أفضل. يجب عليها أن تعرف كيفية خلط العجين ووضع الكمية الصحيحة من المكونات مع الكمية الصحيحة من الماء. سوف تتعلم، أنا متأكد أن هذه هي الطريق مع الله. نحن نبدأ منذ رضاعتنا نتعلم بتمييز صوت الله. نحب أن نصغي ونطيع. التعليمات الأولى قد تكون بنفس بساطة قلب الخبز على الصاج، لكننا كلما تمرنا أكثر أصبحنا أفضل ونتلقى المزيد من المعلومات ونبدأ بفهم العملية والعلاقة. إن الله صبور ولطيف معنا ويريدنا أن ننجح. هذا يتطلب فقط التواضع وقلب طفل ذو إرادة. ايه يا ابو ادريس اسرع. يا العازر، اننا ننهك الجمال، نكاد نقتلها. اريد ان نصل الى حاران. اذا استمرينا في معاملة الجمال هكذا سنصلها مشيا على الاقدام. سيدنا ابراهيم والهه معنا وسيزودانا. انا لا افهم، اذا سقطت هذه هل سيزودانا بجمال جديدة؟
لا يصعب ذلك عليهما. ها قد وصلنا إلى ضواحي حاران. وماذا بعد؟ أرح الجمال وربك يدبر. أيها الرب إله سيدي إبراهيم، أتوسل إليك أن تيسر أمري اليوم وتسدي معروفاً لسيدي إبراهيم. ها أنا واقف عند بئر الماء حيث تقبل بنات أهل المدينة لاستقاء الماء. البنت التي أقول لها ضعي جرتك لأشرب فتجيب اشرب وأنا أستقي لجمالك أيضاً، تكون هي التي اخترتها لعبدك إسحاق، وبذلك أدرك أنك أزديت معروفاً لسيد إبراهيم. أرجوك يا سيدتي اسقني قليلاً من ماء جرتك. تفضل اشرب يا سيدي. أستقي لجمالك أيضاً حتى ترتوي. شكراً.
فأدخل إسحاق الرفقة إلى خيمة أمه وتزوجها وتعزى بها بعد موت أمه. وأحب إسحاق الرفقة زوجته، وأنعم الله عليه بقطعان وآبار وعبيد من أجل إبراهيم أبوه. وكانت رفقة عاقراً طوال 20 سنة، وصلى إسحاق إلى الرب من أجل زوجته فحملت. يعقوب! يعقوب! نعم يا أمي. تعال، أحتاج بعض المساعدة. ليس الآن يا أمي. إذن متى؟ الولد يساعد في بناء البيت. عندك كل المساعدة التي تحتاجها. أركض إلى أمك يا حبيبة أمك، فلربما هي بحاجة إليك لكي تكنس الخيمة أو تنفض الغبار عن الجلود، أو لربما كي ترتق ثوباً قد تمزق. عيسو كفى، اذهب يا يعقوب إلى أمك. عيسو، أتحسب أن الصيد يجعل الإنسان حكيماً؟ طبعاً، الصيد يجعل الإنسان حكيماً وغنياً أيضاً. هذا ما تظنه أنت. اذهب يا يعقوب، تفوح منك رائحة دخان نار الطبخ، يداك ناعمتان من عجن العجين. اذهب. ليس هذا المهم، المهم أنني أستعمل رأسي. لكن القلب هو الذي يغذي الرأس، فأين سيكون الرأس بدون القلب إذن؟ لا الرأس ولا القلب سيجعلكما أفضل. ماذا تعني يا أبي؟ كما كان سيقول لكما جدكما إبراهيم، إذا أردتما أن تعرفا ما هو مهم عند الله، يتحتم عليكما أولاً أن تعرفا صوت الله، ثم تكون طاعة صوته هي المهم. يعقوب! اذهب، إذا كنت لا تقدر على طاعة أمك فكيف ستطيع الله؟ اذهب إليها. اسكت عيسو، أنا أكبر منك سناً، أنا بكر أبي. أرني ماذا ستفعل ببكوريتك. أكون ملكاً على كل ما تراه عيناك. كفى يا عيسو، اذهب يا يعقوب ونفذ أوامر أمك يا بني، اذهب. نعم يا أبي، الآن أذهب. اذهب يا مدلل أمك. عيسو، لما لا تكونا على وفاق؟ إنه ضعيف القلب. قلبه رقيق كقلب المرأة. القلب الرقيق كالطين بين يدي الخزاف، يمكن أن يصنع منه شكلا مفيدا يا عيسو، أو يمكن أن يفسد نعلين ظريفين. أمي. نعم أنا هنا. ماذا تريدين يا أمي؟ أذب هذه الجميدة يا يعقوب. وكيف أفعل ذلك؟ انظر هكذا. حسناً. حسناً يا أمي. رفقة. نعم أنا هنا. أريد أن أكلمك يا رفقة عن أولادنا. نعم تفضل اجلس. من الواضح لي يا إسحاق أنك تفضل عيسو على يعقوب. رفقة إنك تحمين يعقوب، إنه رجل ويتعين عليه أن يفعل ما يفعله الرجال. كالصيد؟ نعم كالصيد. إنك دائما تتحدث عن أخيك إسماعيل وكيف كان المفضل عند أبيك وكيف أنه مشهور بالرماية، وأعتقد أنك تريد أن تجعل من عيسو إسماعيل آخر، تاركا يعقوب المسكين يدافع عن نفسه. خذ يعقوب معك، علمه، إنه ولد ذكي يمكنه أن يتعلم بسرعة. لقد حاولت. أتذكر يا إسحاق
عندما أوحي لي وأنا حامل لقد قال لي في أحشائك أمتان يتفرع منهما شعبان، شعب يستقوي على شعب وكبير يستعبد لصغير. أعرف النبوءة، إنك ترددينها كل الوقت حتى أمام يعقوب. لقد قالها الله عن توأمين عند ولادتهما. لا أعتقد أن من الخير أن تقول ذلك أمام يعقوب كل الوقت، لأن هذا يدفعه ليستعلي على أخيه. إنهما توأمان لكنهما مختلفان تماماً. أبي، أعددت لك أطيب ما في لحم الغزال، لم أذق مثله أبداً، وأنا متأكد بأنه سيعجبك كثيراً. رائع، رائع. أرأيت؟ أرى أنك تفرق بين أولادك، وهذا سينقلب ضدك في النهاية. أيهما أنفع؟ الرجل الذي يطبخ الطعام أم الرجل الذي يصطاده؟ كلاهما ضروري. أوه، لقد تزوجت أحكم امرأة في العالم. لقد جهزت اللبن. سلمت يداك. سمعتكما تتحدثان. أنا آسفة يا يعقوب على ما سمعت من والدك. أنت تعلمين يا أمي أن عيسو لا يجيد شيئاً سوى الصيد والقتال. يعقوب، أبوك رجل مسالم وهو لا يحب المجابهة. وعيسو يؤمن له الحماية، أليس كذلك؟ لا تبالغ. أنا أعلم أن أبي كان يترك كل بئر حفرة لأنه لا يريد أن يقاتل من أجله. يعقوب، إن كان الارتحال سيوفر علينا القتال فخير لنا أن نرحل. أبوك رجل بسيط، أذواقه بسيطة، احتياجاته بسيطة. تربى ولداً وحيداً ووفر له جدي إبراهيم كل ما يريد. تربى في كنف جدك. أمي، لا أريد أن أكون في ظل أحد، أريد أن أكون مثل جدي. احرص يا يعقوب فيما تقول كي لا تمر في نفس تجربة والدك وجدك. أية تجربة؟ أن يضحي أب بابنه. سيدي إسحاق، سيدي إسحاق، سيدي إسحاق، عيسو، يعقوب، تعالوا تعالوا كلكم. ماذا شرى إلعازر؟ ماذا شرى؟ سيدي إبراهيم أبوكم لقد قضى نحبه، أليس كذلك؟ نعم. هذا صعب. أريد إسماعيل. تعال يا أبي. أريد إسماعيل. اشترى أبي هذه المغارة كمدفنة عندما ماتت أمي. المكفلة هنا في حبرون. هذا كل ما يملكه؟ لا لا، اشترى بالإضافة إلى المغارة الحقل الذي أمامها. الحقل والمغارة، ذلك كل شيء. أين إسحاق وإسماعيل؟ نحن جاهزون. في خيمة العزاء. سأذهب وأدعوهما. سيد إسحاق، يقول إلعازر أننا جاهزون. هيا بنا يا أخي. إنهما قادمان. Thank you.
اتركونا وحدنا. من الأحسن أن أذكره حياً وهو مفعم بالحياة. هذا هو، هذا هو المكان. على هذا المذبح أصعدني أبي. لا أستطيع أن أتخيلها. كيف استطاع أبي إبراهيم أن يفعل ذلك؟ عندما أمر الله أبانا أطاعه. عندي 12 ولدا، ولن تطوعني نفسي أن ألمس أي منهم. بالنسبة لإبراهيم كانت الطاعة للرب فوق كل شيء، حتى لو كان الثمن التضحية بالولد. هذا صعب. عندما أخرجك أبي أنت وأمك من المخيم ذلك اليوم، رأيت أبي وقلبه يتمزق وهو يغالب دموعه. لقد ضحى بك طاعة لله. كان هذا فوق الاحتمال، والفراق مرير. لقد افتقدتك كثيرا. نعم أعلم، عندما ودعتك كان وجهك حزين. لقد شق علي أن أودعك ذلك اليوم. لقد افتقدتك كثيراً جداً يا إسماعيل. لا أتمنى أن أكون مكانك يا إسحاق. أما أنا فقد أنعم الله علي بإثني عشر ولداً أصحاء وأقوياء، وأنا أشكره يومياً. ما أطيب وجودك معي يا إسماعيل. نعم، ما أطيب أن أكون معك هنا يا إسحاق. لقد عانيت كثيراً في غيابي عن والدي وعنك. رعاك الله في كل ما تفعل لتكون بركة لنا جميعا. ورعاك أنت أيضا يا أخي. رفقتك السلامة. هل باستطاعتك رؤية الاختلاف بين هذين الأخوين؟ القلب أو العقل هو الذي يشكل مصير الإنسان. إن كنا لا نصغي ولا نطيع صوت الله في حياتنا، عندها لا القلب ولا العقل سيقودنا إلى طريق الصواب. إسحاق هو أب حكيم، ولكن كلنا نعلم كيف أن الشباب يحتاج سنين كثيرة لتعليمه الحقيقة. كلمات إسحاق ورفقة لا تقع على آذان صماء تماماً، وإنه من الجيد أن يكرر الآباء مراراً وتكراراً
الحقائق التي تعلموها في مغامرات حياتهم. الابن الأكبر يطيع والديه بعد سماع نصيحتهما، يتجادل الأولاد الصغار مع بعضهم البعض، ولقلة إدراكهم يريدون أن يكون صوتهم فوق صوت الله. صلاتي أن يسمع صوت الله في كل مكان ويطاع. أمضى إبراهيم سنوات الأخيرة في بئر السبع بالقرب من إسماعيل. عندما مات دفنه إسحاق وإسماعيل في مغارة المكفلة في الخليل، حيث صار زوجته مدفونة هناك. كانت سنوات إبراهيم الأخيرة في بئر السبع سنوات ذكريات للماضي من فرح وحزن. لقد كان جبل المورية بالتأكيد موضوع اهتمام كبير، لأنه له علاقة بماضي إبراهيم وإسحاق. أنا واثق من أن إبراهيم وإسحاق زارا الموقع مرات عديدة على مر السنين. سيكون من الطبيعي أخذ إسماعيل لرؤية المكان والحديث عنه. طلب من إبراهيم التضحية بولديه، فلقد أرسل إسماعيل إلى الصحراء بعيدا عن المخيم، وأخذ إسحاق إلى المذبح. هاتان تضحيتان هامتان لهما معنى عميق. كيف يمكن لآب أن يضحي بولديه؟ ربما الله هو الذي سيضحي بابنه. إن هذه نقطة هامة جدا، إنها تتم للرمز.